جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء بلاي. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب بالتحديث الجديد لاول مرة بالقناة. طبعا اول شيء لعبته يعني قبل ما اصور اوكي ما قدرت اصبر لحد افتح يعني اللعبة وهيك اشياء اوكي طبعا جايز اليوم رح اشوف التحديث الجديد واعرفكم على الاشياء الجديدة اللي فيه. كمان طبعا حصلت على ملابس واتات وكل شيء اللي بفلوس طبعا اللعبة حصلت عليهم يا جماعة. سو كتير كتير حماس طبعا هذا الفيديو. سو اوكي قبل نبلش اشتركوا بالقناة وحطوا لايك، اهم شيء اشتركوا وفعلوا الجرس. سو حطوا كمان لايك وبحبكم كتير كتير كتير. وانا طبعا خلي انه نبلش طبعا اول شيء طبعا بهذا الحساب كان بدي اني كمان اصوت على الازرق بس للاسف يعني للافس والاسف بالغلط اخذت الزهري وللاسف للاسف ما بقدر اني اغيره للاسف. سو ما علينا يا جماعه اوكي طبعا يا جماعه انا دخلت على اللعبه واخذت هدول الاشياء يعني كمان يعني ملابس لقيت انه حصلت عليها كمان صوتت على الفريق اللي بدي. كمان طبعا في تطبيق جديد هذا اعتقد بس لعند اليوتيوبرز انه بتقدروا انكم تسوون يعني private world او private server مثل انا هلا اذا سويته هيك create اوكي هلا يا جماعه رح يودوني على جزيره فاضيه يعني ما فيها ولا بني ادم رح صير بس انا لوحدي ويعني انا اللي رح اختار الناس اللي بدي اياها تدخل معي مثلا انا هلا يعني هيك لوحدي ما في حدا هون اذا بدي حدا يدخل معي هون رح اروح واضغط هون واكتب الاسم والرقم وارسلكم دعوه كمان هم بقدر اني اسكره. المهم سو ان شاء الله رح اسوي هيك سيرفر يكون مخصص بالوردي بالوردي هون رح يصير بس وردي بحسابي اسراء جيمر بيكون معاي الفريق الازرق عشان اقسمكم ونسوي فعالياتك مع بعض وكتير اشياء مع الزهري ومع الازرق. انا طبعا ازرق انا من الفريق الازرق بالاصل بس هون يعني بالغلط اخذت الزهري فاوكي عادي. طبعا جايز بعد التحديث في هذا الباركور اللي كتير كتير حلو يا 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 يا, يا. اوكي بدي اصوت يا 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 تمام. سو طيب يا جماعة طبعا اوكي بهذا التحديث يا جماعة طبعا كتير كتير متميز وكتير بيجنن هذا التحديث. ليش متميز؟ لانه من جد ولا مرة كانت زي هيك بلعبة بي كي اكس دي نيفر ايفر ما كان وربي. كمان طبعا الباركور كتير كتير غير ويعني كتير شكله بيجنن صار شكل المدينة كتير بيجنن كأنه احنا بمباراة تبع كرة القدم حتى لو هي مو كرة القدم. اوكي هي طاقة هذا ولقيكم شلون نتنافس احنا اللي رح نفوز احنا طاقة الفليم يا يا. اوكي رح اعرفكم اشياء جديدة طبعا اول شي في هون يعني اشياء زي ما انكم شايفين يعني هذا تنافس ما بين الفولتس اند فليم. الفولتس اللي هو باتر تايز واللون الازرق والاحمر او البينك هو الفليم تبع سوبر كوزا. ها طبعا في يا جماعة اشياء جديدة عملات جديدة تبع البريميوم كتير اشياء. ها طبعا في ملابس جديدة كتير نار شرار كتير نار شرار دمار يا كمان يعني في اتات يا جماعة كتير بتجنن هيك اشياء. طبعا كمان في طبعا ستيكرز جديدة رح افرجيكم اياها ليكو زي هيك بنقدر نحط ستيكرز يعني هيك يا جماعة هلا بنقدر نسوي هيك انه تنافس ما بين هدول الاثنين بنشوف يعني مين رح يفوز فينا. اوكي الايد الزرقاء بتقول انا هذي بتقول انا 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 لا مش انت انا 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 بنتنافس وبنشوف مين راح يفوز بالتالي راح تفوز الازرق اكيد راح يفوز ازرق متاكده ما بعرف بس يا جماعه في اشي بيقول لي انه في يا جماعه اشي بيقول لي انه الازرق اللي راح يفوز ما بعرف راح نشوف يا جماعه باخر التحديث اللي هو يوم 22 على فكرة يوم 22 اخر يوم تبع اختبار تبعي يا 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 اوكي يا جماعة هاد كمان ملصقات جديدة كتير اشياء هيك بتجنن كمان طبعا ب 40
فلوس. يا انا على فكره مو ازرق، انا زهري. بس اوكي طبعا جايز، كمان بهذا التحديث سووا هذا التطبيق زي ما قلت لكم، كمان يعني غيروا مكان الاصدقاء شويه. ليكم صارت من هون تقدروا تحطوا اونلاين ولا اوفلاين. والسو يو هاف رايت هير انه تغيرت المدينه ليكم شلون، البالونات صارت كلياتها احمر وازرق تبع بيتر تايز سوبر كوزا، صارت كتير هيك زي هيك هاي هيك زي هيك. كمان طبعا في باركور جديد اللي كتير عشقته، دقيقة خلي اخذ هذا. apprendre à voler يعني learn to flying. اوكي سو يا جماعة كمان رح نروح على الباركور عشان نفرجيكم. يا سو اوكي let's go to the new parkour. يا 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 هون يا جماعة، كتير كتير بيجنن على فكرة يا جماعة، كتير كتير حلو وربي ما بتعرفوا يا جماعة شلون قدي حلو. سو هلا يخلينا نلعبه، رح اضل انا بس هون على فكرة، بتقدروا انكم يعني هيك يعني تضلكم بس هون وانتو عم تلعبوا، خلص بعدين بتفوزوا ليكو شلون زي هيك، تمشوا بس هون 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 يعني ما بتلعبوا بس وربي بتحسوا بطفش، ليك لازم انكم مضطرين انكم تلعبوا هون تحت مش يعني بس فوق هون، بس من جد كتير حلو. واو كتير ممتع، او ماي جاد كتير كتير ممتع يا جماعة، كتير حلو بنصحكم فيه، روحوا جربوه كتير بيجنن. وي 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 واو فزنا. هاي عطونا يا جماعة كوينز، او ماي جاد رح احصل على هاتي. واو كمان على هاتي، شفتوا يا جماعة شلون صارت الطريقة صارت كتير حلوة انه شلون نجمع فلوس وربي، خلص الناس اللي ما عاد تتعذب مشان انه تجمع. شوفوا شلون صارت لون بشرتي، شوفوا شلون ايش هاد اللون، بسم الله الحمد لله، شفت كأنه قراي. اوكي يا جماعة كتير كتير على فكرة على فكرة، واو من جد واو يعني واو يعني واو، I can describe who يعني واو but oh my god واو. So okay خلي كمان نجرب. اوكي هون على فكرة هي كتير بتجن، هي هيك انه ازرق ولا بينك، صراحة كتير كتير الفكرة كمان جديدة وحلوة، انه ما كنا ابدا نتوقع انه شي يوم رح تجي ويسوون منافسة ما بين يوتيوبرز بالبي كي اكس دي، على فكرة ان شاء الله ما تصير مخانقة بيناتهم اذا 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 ما حد فاز فيهم، اذا مثلا مثلا سوبر كوزا فاز باتت تويز رح يزعل، ما بيصير. اوكي بنعرف انه ما حد رح يزعل، اوكي لهيك هن اصلا من الاول هن اللي اتفقوا مشان انهم يسوون هذا التحديث تبعهم ويتنافسون يعني ما هيك. يا يس يا جماعة شفتوا شلون صرنا هيك بنربح فلوس سريع، كتير سهل من جد، روحوا يا جماعة والعبوا هلا معبقة يعني هاب اللي يخلص هذا التحديث لانه رح يخلص بيوم 22 يعني ضايل تقريبا اسبوعين او ثلاث اسابيع زي هيك. سو اوكي هيك بنلعب يا جماعه باركور، وفي كمان ملابس جديده رح اخلص هذا التاور هذه المره رح اخلصها ورح افرجيكم ملابسي اشياء تبع بيتر تايز وسوبر كوزا. على فكره حصلت على اعطات كتير كتير بتجن يعني من جد كتير واو. سو اعتقد بفرجيكم اياها، ما رح فرجيكم الفيديو الجاي. So I don't know يعني let me think نحفج يكون عادي إذا الفيديو هيك كتير طويل بس اللون. أوكي عطونا هون شغلة 5 جواهر، واو يا جماعة 5 جواهر، أو ماي جاد كتير نور كتير كتير فكرة دقيقة يما، في كمان ستيكر bon tour de parcours, terminer la course parcours en moins de 45 secondes. Ouais. يعني finish the parcours يعني less يعني less than كم 45. Oh my god فيه فلوس يا جماعة بدي اياه
شاء الله نبيعه ونحصل على بيوت بالبيكا اكس دي. على فكرة انا ماما عايش في بيوت I think. ما علينا يا جماعة، كمان من هون تقدروا انكم تشوفوا. اوه هذا تبع الفريق الزهري، بدي احصل عليه. Here you can get the rewards. ما ادري ايش. اوكي على فكرة هذا تبع الزهري وهذا تبع الازرق. لا كمان مثلا انا فريق زهري، ليك بيطلع لي الزهري، ما بيصير اخذ السراحة، ما بصير يعني اخذ الازرق صح. رح ناخذ كاس. او ماي جاد، مين رح ياخذ الكاس الذهبي؟ هذا هو السؤال اللي محيرني كتير كتير يا جماعه. طبعا يا جماعه اللي عطونا شعر بيتر تويز، طبعا الاولاد ليك ما رح البسه. كمان عطونا هون ملابس ليك، وهادي 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 وهادي، هدول الأربعة، فأنا اخترت هاي مشان البسها. كمان هون طبعا عطونا كمان أربعة، فأنا اخترت هاي مشان متناسقة. طبعا هادي بالأصل هي هادي، بس أنا اخترت هاي، بس خلي هاي. اوكي هدول ملابس تبع بيتر تويز، وهدول تبع السوبر كوزا. تمام هذا تبع كمان السوبر كوزا. اوكي رح البسه لأنه أنا أصلا من فريق السوبر كوزا. هذا تبع بيتر تويز ما رح البسه، رح البس تبع السوبر كوزا، أنا من فريق السوبر كوزا. سوبر كوزا. أوكي كمان في هذا الحذاء بيتر تويز وهذا السوبر كوزا. أنا رح آخذ الريمبو. أوكي سوان في نظارات بيتر تويز، وهون ما في إشي، هون كمان ما في إشي. تمام تمام تمام. كمان طبعا عطونا شوي حيوانات، عطونا هذا توبي ياس وبروس بروس بروس هيك بروس وبروس كمان وتوبي ياس كمان. توبي ياس توبي ياس كل مرة خلصونا من توبي ياساتكم. انت بغيت مدري تيميد، هذا تيميد يعني خجول كتير بيستحي، يا مستحي. سو اوكي كمان طبعا بالنسبة للاعب بس I think إنه ده. Wait a moment. Okay. So okay, I will show you. طبعا عطونا هذه الشغلة اللي هي يعني green screen اللي بنقدر إنه نصور فيه فيديو. على فكرة عندي إياها بالحقيقة، ليك يعني كتير كتير واو إنه شلون عندي بالحقيقة ويعني هيك باللعبة. So كتير إشي حلو. كمان طبعا هون في التلفزيون بتظهر بتطلع عليها فيديو طبعا بيتر تويز. هيك تبع بيتر تويز يعني بس هيك كمان انا هون ما في اشي. I think اي والله هون كمان ما في. اوكي هون يا جماعة في هذه الشغلة اللي هي تبع بيتر تويز. دي يا جماعة هيك. اوكي بيتر تويز احنا نجي هون، بيطلع لنا كمان هاد الكرسي اللي كتير بيجنن حصلت عليه. على فكرة هو كتير بيشبه هيك سكيت بورد، بس يعني سكيت بورد مدري. سو اوكي هون طبعا السوبر كوزا، عطونا كمان هاي تشيكن يعني right here. also عطونا هذا السيت اب تبعه، رح نحطهم طبعا هلا عشوائيا مشان بعدين بنرتبهم. سو خلي فرجيكم اياهم. طبعا عطونا هذا السيت اب هذا تبعه كتير حلو هيك، يعني فيه كمبيوترز. هذه التشيكن اللي عطونا اياها كمان طبعا هون، هذه الجرين سكرين. ليكو يا جماعه الكاميرا شلون متطوره وحلوه تبع السوبر كوزا. يا هذه طبعا تبع بيتر تويز. واو كمان هذه تبع التلفزيون. يا كتير حلو. طيب طبعا يا جماعه هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا انكم تشتركوا بقناتي وحطوا لايك، يعني اتمنى عجبكم الفيديو يا جماعة، بليز اشتركوا. حطوا كمان لايك، وبحبكم كتير. ما كملنا. بحبكم كتير كتير وباي. على فكرة اكتبوا لي اسماءكم ارقامكم وانتم من اي فرقة، البينك ولا البلو، مشان اني اشوف اذا اضيفكم بالسيرفر او لا. بس بحبكم كتير وباي.